وصل وفد من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى العاصمة السورية دمشق استكمالا للجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لتقديم العون والمواساة للأشقاء السوريين المتضررين من الزلزال الكبير. نعم، وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سيقوم بتقديم برنامج إرشادي خاص بعنوان الإرشاد بالرحمة، والذي يتضمن زيارات إرشادية للعديد من المتضررين بهدف التخفيف من الآثار النفسية التي خلفها الزلزال على الأشقاء السوريين. وبهذه المناسبة أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة على أهمية البرنامج في مساعدة الأشقاء السوريين في تخطي الأضرار النفسية والاجتماعية والتربوية الناتجة عن التعرض للصدمة جراء الزلزال لتقويتهم نفسيا ومساعدتهم على التكيف مع الظروف والبيئة المحيطة بهم.